احيا الملك، احيا محمد السادس، الله يعفو عليه، الله يعاونه، الله يوقف معانا ومعاه. هاد الناس راه ما داروا معانا والو. سمية جاك لالا محجوبة، ما داروا معانا والو. اش من دور هذا؟ ما دور يتمهاوش. يتمهاوش؟ ايه. اش من جماعة؟ جماعات السبت الدار الجديدة. اي تيمور، اي تيمور، الله يخلف عليكم ويكثر خيركم. راه حنا منسيين، راه ما حاير فينا حتى واحد، ما داها فينا حتى واحد، ما جانا رئيس، ما جانا قايد، ما جانا شيخ، ما سول فينا حتى واحد، حيوتنا طايحين. واش من نهار الشريفة، واش من نهار الزلزال عمر شي حد ما جا؟ من نهار الزلزال عمر شي واحد ما جا سولنا، وما رفدش على رقبتي وانا شارفة، حتى واحد ما عمرو سول فينا. يو عرفتي، الله يجعل فيكم البركة، إلى ما تلفتو جيتنا ونبقاو فيكم. وتا حنا راه غير مسلمين، وتا حنا راه غير بنادم بحالكم. اش درنا ليكم اللي دورنا كله وحرمتوه، والتراب طيطيح عليه، والناس تبات هي في البدادز، وتتبات هي في التواغل، وانا شارفة تنبات عند الرجال حدا رجليهم، وخليت داري من نهار الزنزال عمرني ما دخلت ليها. الله يجعل فيكم البركة، الله يطول عمركم، إلى ما شوفهم الله منا. شوفهم الله منا، حتى حنا راه مسلمين، وحتى حنا راه خوت، وهذا الشيء اللي داروا معنا راه ماشي. شريفة، واش دارك، واش دارك تشققات ولا؟ داري تشققات، ودار ولدي طاحت، ها هي، وديور الناس كاع اللي دخلت لدارو حالة العدو. كلشي مكرفص. كلشي مكرفص، وها هما يجيو ونسبقهم انا دار بدار، الدار اللي ما بكرصة يديروا لي انا اللي يجبهم. وشنو الدور ديال رئيس الجماعة اللي ما جاش طلع عليكم؟ ما طلع علينا لا رئيس الجماعة، ولا قايد، ولا شيخ، ولا مقدم، ولا حتى واحد ما شنا من نهار الزنزال قاعدة في منظري، حتى واحد ما سولا فيا ولا في غيري. جاو جاب رجليه، وكله كيطلب في جيه، عرفتي؟ وهاد الغصب اللي جانا ما سول فينا حد، ما دق علينا حد، ما عطانا حد، ما شاف حد لا سقوخ ولا سقف. راه الناس تكرفصت، راه الناس تكرفصت، يشوفهم الله وبالنهي على وجه الله. قال بالحيوط اتصوبوا، والحيوط يوقف معنا الملك ويعطينا اللي كتب الله، ونصوبوا حيوطنا. الناس راه عليهم، ما عندهم باش يصاوبوا، ما عندهم باش يبنيو، ما عندهم والو. الناس مكرفصين، لا اللي عنده الولاد ولا اللي ما عنده الولاد، وهذا الشيء اللي عطى الله هو هذا. السلام عليكم، انا سيده جميله المكن من ساكنة أي تيمور. ما غنقولش أنني رئيسة جمعية ولا شي حاجة، أنا غنهضر كساكنة. أي ساكنة؟ بين هاد غادي تزولينا القبعة ديال الفاعل، كفاعلة جمعوية. لا لا، غنهضر معاكم ولبسي القبعة ديال وحدة من المجتمع المدني. جيراني وحبابي وكل شيء، فهمتيني؟ لا جميل، عاودي لينا عفاك. بغيناك تعطينا الاسم ديال الدوار، وشحال شحال باش تاكدي للمشاهدين الكرام، شحال بادي باش فات الزلزال، شحال ديال انت اكدي لنا باش نعرفوا حنا هذا اليوم هذا، باش الراي عام يعرف هذا النهار هذا اللي كنتكلموا عليه حنا. هذا دور اي تماوش، هو كيشبه جميع الدواوير، واخا غنتكلم على اي تماوش ولكن الكلام موجه للدواوير كاملين اللي كنعيشوا نفس المأساة في منطقة أي تيمور. والمأساة زادت ملي جا الزلزال. هذه تقريبا شحال؟ يمكن ثلاثة داخلين في الأسبوع الثالث، داخلين في الأسبوع الثالث. يعني الأسبوع الثالث من وقوع الزلزال. يعني اليوم 19 يوم بعد الزلزال. اكزاكتومون. احنا ما شناو حتى واحد من لا سلطة، لا شيخ، لا مقدم، لا لائحة طويلة. يعني فاش كنقولوا هذا الشيء تنأكدوا بأن الحدود الساعة حتى شي حد ما جا. نهائيا. نهائيا، تفضلي. ولكن ملي كنمشي ندور في حنا عندنا بحال مخيم صبرا وشتيلة،
خاصنا غير تدخل لداخل راه غتلقى وحق الله العظيم ديور اللي كاينه تبنت بالطريقه التقليديه باللواح راه كنهضر على 100 سنه وهما كاينين فهمتيني جا هاد الزلزال والمنطقه راه متزلزله قبل الزلزال يعني من سنين هذا يعني كنقولوا متزلزله من ناحيه ديال الناس المسؤولين ما يعني مهموشين حابسين لي بلون حابسين البناء بشكل يعني تكستو بلاتي عرفتي علاش حابسين البني هادو معظمهم كيشتغلوا الشغل اليومي في الفيرمات لا جميلة بما أنك أنت وحدة من الساكنة وتبارك الله عليك يعني عندك واحد لونسيانيتي في هذه الدور أشنو المطالب ديالكم؟ المطالب بعد أول حاجة هو الدعم ضروري منه الدعم اللي عطانا سيدنا هذاك ما غيحيدوني لا حتى شي حد ما غيحيدوني لا حتى شي حد نهائيا يعني هذاك الدعم ديال سيدنا هو اللي عطاه لينا سمعتي يعني كل واحد متضرر وبين لو سيركولير اللي قالوا بان لا كان الدار مهدومه 14 مليون ولا كانت بارسيالمون مهدومه 8 مليون وكاين هذيك 3 مليون اللي غيوزعوها على عام كل واحد غيعطيو 2500 درهم كل عائله غتشدها باش بما تبني وبما يخرج لها فين كي غدير فين تجلس دخلت دوك لا جميل سمعنا بانه كاين بعض الجمعيات بعض الجمعيات كيقدموا مساعدات وكيجيو حتى لهنا وكيعاودوا وضحي لنا هذه القضيه انا شخصيا اتصلت بيا جمعيه كانت جايه وردوها لوجهه ثانيه وعيطت ليا قالت لي فوالا كانوا جايين لهاد الدوار لهاد الدوار اكزاكتومون لهاد الدوار ديريكتومون لاي مهاوش وكنرموك زعما يعني عامر راه غنقدروا نسدوا به بزاف الحاجات بزاف وشكون اللي في نظرك انت يا خويا قال لهم القايد انا عندي مشكل مع داك الدوار ما عنده مشاكل مع القايد عندكم انتم مشاكل مع القايد يعني انتم كساكنه عندكم مشاكل مع السيد القايد مثلا ما تاكلوش ما ناكلوش ما يجيوناش اعانات حابس علينا الماء والضوء فهمتيني الماء والضوء كاريمون انا جي لامبرسيون وحق الله العظيم انا احساسي انا كنقول لكم احساسي انا بحال اللي كينتاقموا من السكان من الساكنه ما عرفتش فين بغي نزيدوا بهم واش 30 عام وانتم كدكوا فيهم الجيل كله هذا مقاريش راه الساكنه كتخلص الضرائب سمعتيني وتصنط شي هنايا بربي الا كان باقي العبوديه شي العبوديه شي هذوك الاباطره ديال اللي فارم ودوك الاغنياء البلد فهمتيني اللي مجاورين هنا هالدواوير هذه دايرين الخدام ديالهم نتحدى اي واحد من هنا اللي كيملكوا الفيرمات انه داير الوراق ودير لا سي ان اس اس ودير لا ميتيال ميديكال ومؤمن حنا هذا الرجال داروا 80 عام 75 عام تقوصوا ظهرهم وباقيين كيخدموا في الفيرما فهمتيني مرادين بالسكر مرادين ما تيلقاوش دواء السكر سناو شي واقع اخباركم حنا هاد الدواوير كلها اللي في المنطقه اي تيمور ما كياكلوش دواء السكر ما تياكلوش دواء الطونسيون لان حيت عندنا حنا غير ديسبونسير هنايا اللي كيجيو ليه جميع الدواوير كيجيو ليه تصور السكر دواء السكر والدواء ديال الطونسيون والادويه الاخرى كلها ما كايناش يعني كيخسروا عليهم كيكتبوا لهم ورقه تيقول لهم سيروا الفورماسيان داروا دار الولاده هذه يمكن اكثر من عام وهي مفتوحه مجهزه ولكن ما جابوش الناس اللي غتخدم لي ساج فام لي ميدسان والو تصور دابا اللي بغاو يشهدوا دار الولاده راه ما كايناش راه تمشي حتى المجاط فهمتيني والدور الاكافي ما كايناش وحتى الولايه عاد كاينه دار الولاده تمايا كاين ديسبونسر ولكن ما غيسعش هاد الكم الهائل ديال العيالات وديال النساء وديال المرضى ما يمكنش ما عندناش ايكوغرافي حنا ما نقدروش نديرو ما كايناش شي كلمه اخيره الا جميله شوف هاد الدواوير خاصهم الساس ما كاينش
الساس ما كاينش نهائيا، ما كاينش اللي غي يدير ما كاين والو، ما كاين حتى واحد كيهتم بهم، مضغوطين الناس مضغوطين، وراه ما كاين حتى واحد اللي كيفكر فيهم نهائيا. والله يخلي لينا سيدنا الحمد لله اللي كاين سيدنا، وحق ربي العظيم يخطانا تيضربنا الخلا. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.